بدء العام الدراسي في البحرين، أوجه هنا تحية لطلابنا في السجون البحرينية، وتحية لأبائهم وأمهاتهم ولكل معلم مسؤول أو خلف قضبان السجون. حملة تضامنية مع أطفال البحرين المعتقلين والمحرومين من الدراسة أطلقها مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكانت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان أحد المشاركين فيها. طالبت الحملة بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين مواصلة تعليمهم والعودة للمدارس، وحظيت هذه الحملة بمشاركة واسعة من أهالي المعتقلين الأطفال ونشطاء من داخل البحرين وخارجها، إذ أن هناك قرابة 300 طالب في سجون البحرين بين محكومين وموقوفين، مما يعد مخالفة للأعراف الدولية والتي تنص على أن التعليم حق مفصول دولياً، فهو وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويشكل أداة يمكن بها للمهمشين اقتصادياً واجتماعياً بالنهوض بأنفسهم وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة الاجتماعية. السلطات البحرينية تستمر في اعتقال الأطفال والطلبة ومنعهم من حقهم في التعليم، إذ أن حملة استهداف الطلبة ومنعهم من حقهم في الدراسة وسجنهم في تصاعد. فقبل أسبوعين فقط من بدء العام الدراسي اعتقلت السلطات البحرينية حوالي 10 ممن هم دون سن 18 عام ليكونوا في السجن بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة. نحن نستمر في مطالبنا باسمي وباسم المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراح هؤلاء الطلبة المعتقلين على خلفية قضايا سياسية أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم وإعادتهم لمقاعد الدراسة، كما نكرر على السلطات الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المتعلق بحق الأفراد في التعلم واحترام هذه الحقوق كافة. وأدعو أهالي المعتقلين إلى حث أبنائهم المعتقلين على استكمال التعليم والضبط بالأساليب والوسائل المتاحة لانتزاع هذا الحق، فمن الضروري جعله نضالاً من داخل السجن. أحيي فيكم واقعاً هذا الإصرار على العلم رغم المشقة والمر. الحرية لأطفالنا، الحرية لطلابنا. شكراً لكم.